الوصل كرة صحيحة من حكم اللقاء أستاذ عادل شرعيوي. مطلوب الان مطلوب تعاون الفريقين لاعب الفريقين بخصوص الشباب مع حكم المباراه لظهور المباراه جميله خارج عن الشك نفسه. هذا الصفر نهايه الشوط كره سله مره بدات البدايه هنا هدف من مسار الفريق العالمي كره عاليه كره في الوسط كره تلعب كره سيتعود نجم لصالح من لصالح يهدي زيد امتلاك كورة هدف ثاني هدف ثاني لصالح فريق العالمي وتكتيزي وتكتيزي هدف ثاني على معنى الكلمة لصالح فريق كرة تلعب هناك لصالح من كرة فريق العالمي ومسمى فريق النصر يا عبد الله عسيري كرة تلعب انقاذ هناك تلعب موقف جديد كملها وخلصها وثلاثة يوم ثلاثة وجاب الثلاثة هذا العالمي ويحق كلمة في انقاذ تعود من جديد الى من مرسال كرة هجمة هنا وهجمة هناك وفق فريق العالمي في إحراز ثلاثة أهداف الروح الرياضية مرة وهنا صدر نهاية الشوط الثاني ونهاية المباراة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معكم في الصوت